بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 11 ل 12. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 92173. النهارده عندنا حلقه لطيفه جدا، عزومه كده مفتخره. هنعمل النهارده مع بعض الكبسه، احنا هنعملها النهارده بالفراخ وهنستخدم فيها بواقي الفراخ المسلوقه اللي عندنا، عشان احنا بنحتاج دايما اكتر حاجه في البواقي. فاحنا سلقنا شويه فراخ وما استخدمناهاش كلها، وهنستخدمها النهارده مع بعض. ممكن حتى لو الفراخ مشويه او الفراخ اتسلقت واتحمرت ينفع نستخدمها، مفيش مشكله خالص. الحاجه الفراخ الوحيده اللي مش هينفع نستخدمها هي الفراخ البانيه. نفس الكلام بالنسبة للحمة، لحمة مسلوقة، لحمة محمرة، كم حتة لحمة مشوية هينفع برضو نستخدمهم. فالنهاردة هنعمل مع بعض الكبسة، هنعمل مع بعض الدقوس، وهنعمل مع بعض الكنافة اللي بالكريمة طلبت مننا كتير جدا، اللي هي العثمانية في قول آخر يعني. فإحنا هنعملها مع بعض برضو النهاردة. وجالي كذا سؤال إزاي بتحمروا الكنافة، فأنا النهاردة هوريكم إزاي نحمر الكنافة. ورضوى هتفكرني إن عندي كذا سؤال عن الكنافة اللي بتنشف والطرية وكده، فأنا هوصف هشرح موضوع الكنافة ده النهاردة بالتفصيل إن شاء الله. تعالوا نقول مع بعض المكونات بتاعت الكبسة. عندي رز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي. عادة طبعا الكبسة بتتعمل لأنها صنف خليجي، فبتتعمل بالبسمتي. اللي ما عندوش وحابب يستخدم رز مصري مش هيحصل حاجة. عندي فراخ زي ما احنا قلنا بقى مسلوقة، جزر مبشور، بصل مبشور، طماطم مبشورة من غير الجلد بتاعها. بعد كده الموضوع كله في البهارات، البهارات كلها هنروح عند العطار ونديله الليستة اللي احنا ايه هنصورها دي دلوقتي. بودرة زعفران، قرنفل صحيح، لومي اللي هو الليمون المتجفف، او الناس بتسميه الليمون الاسود. عندي قرفة عيدان مستكة، ملح وفلفل، حبهان بودرة، معلقة زيت او زبدة او سمنة، مية مغلية، وعندي شوية لوز محمص للتقديم، ده طبعا اختياري. طيب انا دلوقتي عندي الفراخ مسلوقة، فانا هبتدي اشتغل في التشويح وهنزل الرز على طول. لو انا مستخدمه اللحمه او الفراخ نيين يبقى انا هشوح، هنزل الميه الاول مش الرز الاول، هاخد غلوتين اللي هم نص سوا، وبعدين انزل الرز وابتدي اكمل السوا. فدي نقطه مهمه جدا تاخدوا بالكم منها، اذا انا مستخدمه الحاجه نيه يبقى هنزل اشوح وبعدين انزل ميه واغلي غلوتين وبعدين انزل الرز. مستخدمة الحاجة مستوية يبقى أنا هنزل الرز الأول من الأول مع اللحوم. دي نقطة مهمة جدا يعني إيه ما تعدوهاش. نسخن هنا بقى ونحط معلقة الزيت، الذرة أو السمنة أو الزبدة اللي أنتوا عايزين تستخدموه استخدموه. أول حاجة هتنزل هي البهارات، قرنفل عايزاهم في الزيت عشان يطلعوا الطعم بتاعهم، مستكة، حبهان بودرة أو صحيح مفيش مشكلة، قرفة عيدان، لومي أو ليمون مجفف أو ليمون أسود حسب التسمية، كل ده من عند العطار، بودرة زعفران اللي عنده طبعا زعفران شعر يبقى هايل، ملح، فلفل اسود. بصوا بدات اهي هتقول انا بسخن، هقوم نازله على طول بالخضار لان انا عايزه يا دوبك اطلع ريحه التوابل بس مش عايزه احرقها. يبقى هننزل باول حاجه البصل، ياخد بقى كل الطعم والريحه بتاعت البهارات كلها. وبعدين انزل الجزر اهو، برضو يا دوبك احس ان هو اختلط بيهم وهيبدا يطرى، هقوم منزله الطماطم المبشوره
والكبسه ما بنحطلهاش صلصه. وبعدين نقوم جايبين بقى ايه الفراخ مع مع الكبسه. طبعا هنقدم الدقوس اللي هي الصلصه دي، يعني احلى حاجه في الكبسه بالنسبه لي. وهنعملها النهارده برضو بالتفصيل مع بعض، وهي سهله جدا يعني. ودي كمان يا جماعه بتقعد في الثلاجه حبه حلوين، يعني نعمل كميه كبيره ونحطهم في علبه او برطمان مقفولين ونحط على وشهم معلقه من الزيت، لان ممكن ناكلها جنب اي حاجه. هنزل بقى هنا الفراخ، وهرجع اعيد المعلومه تاني، انا دلوقتي هنزل الفراخ تشويحه واحده بس، وبعدين هنزل معاها الرز. لو انا مستخدمه الفراخ او اللحمه نيه، يبقى بعد التشويحه دي هنزل الميه الاول، وبعدين اخد غلوتين، وبعدين انزل بالرز. يا رانيا. ايوه. ازيك يا رانيا؟ صباح الخير. صباح النور. ازيك يا امين؟ عامله ايه؟ اتفضلي يا رانيا، اموري. انا بحب حضرتك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اموري يا رانيا. لو سمحتي يا اميره، بس عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هي الكنافه ممكن اعملها بسمنه بدل السمنه، اعملها بزيت ولا ايه؟ طيب بصي يا رانيا، الكنافه ممكن تخلطي ما بين السمنه والزيت. لو عملتيها بزيت بس هتنفع وهتطلع كويسه، بس طعمها مش هيبقى كويس، ده رقم واحد. رقم اتنين، الزيت لو انا مش هستخدم الكنافه في ساعتها بيعمل شويه ريحه وطعم كده بعد شويه، يعني احنا بنسميها بيزنخ، بيعمل ريحه كده، فمش هيبقى احسن حاجه. لكن لو انت حابه عشان تقللي كميه السمنه شويه تنصصي ما بين السمنه والزيت، مفيش مشكله، وساعتها السمنه بتغطي على طعم الزيت ده. بس لو حطينا زيت مع الكنافه ما نسيبهاش، يعني انا مثلا بعمل كميه الكنافه كبيره جدا جدا زي ما هنعملها النهارده، وبقسمها في اكياس وبشيلها في الفريزر، بطلع على قد الصينيه اللي انا هعملها. بتقعد معانا شهر شهرين في الفريزر. اللي هيتحط لها زيت ما ينفعش نخزنها، نستخدمها في ساعتها. اخدنا كده اهو التشويحه، ننزل بقى الميه. نخلي بالنا من مقدار الميه، لكل كوبايه من الرز البسمتي كوبايه ونص لكوبايتين من الميه. انا هنا عندي خضار كتير فهقلل كميه الميه شويه لانه هينزل ميته، فعشان الرز ما يعجنش معانا في الاخر. بس كده، ونسيبها بقى تستوي على مهلها. في ناس بتحب تشيل الفراخ تحط الاول الرز وبعد بقى التشويحه وحتى الغلوه وتشيل الفراخ وبعدين تنزل الرز وبعدين تحط الفراخ على الوش عشان ما تبقاش الفراخ جوه الرز، مفيش مشكله خالص. خدنا اول غلوه اهو واحنا اعلى نار ومفيش غطا. دلوقتي بقى هنحط الغطا وناخد غلوه كمان على اعلى نار، وبعدين نوطي خالص ونسيبه ياخد حوالي للكميه دي تاخد تلت ساعه تقريبا. بس كده، ما نقلبش كل شويه عشان الرز ما يكسرش. طيب معاكوا تليفونات ولا جاوب على الاسئله؟ لانها فرصه. ايه ده اصلا؟ مفيش اي كده خالص؟ طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض الدقوس ونجاوب على كل الاسئله، استنونا. بعد الفاصل، قبل الفاصل عملنا مع بعض الكبسة، أخدنا غلوة على نار عالية جدا مش مغطيين، غطينا، أخدنا غلوة تانية على نار عالية جدا، وبعدين وطينا خالص أهو. بصوا نعرف منين إن إحنا ماشيين مظبوط لما نلاقي فقاقيع الهواء دي على الوش كده والرز بدأ يشرب. في الوقت ده ما أقلبش بقى خالص، أسيبه كده متغطي مع نفسه تماما لحد ما إيه يعني يتشرب تماما. نعمل بقى الدقوس. مقاديره سهلة جدا. توم صحيح، عصير ليمون، ملح وفلفل وكمون، خل ابيض، زيت ذره، كزبره خضراء، طماطم
صحيحة زي ما هي أو متقشرة لو أنتوا مش عايزين القشر بتاعها. فلفل رومي أخضر، فلفل حامي أحمر، واللي ما بيحبش الشطة ما يحطهوش. وأنا قلت كزبرة خضراء ولا ما قلتش مش عارفة، في كزبرة خضراء. هياخد بقى كل ده في الكبة، فبالتالي يعني أنا مش هقطع تقطيعة معينة، بس أصغر شوية عشان أساعد الكبة إنها إيه، أسهل لها الشغل يعني. هحط هنا الطماطم، وإحنا بنعمل الدقوس عايزة أتكلم شوية عن الكنافة عشان الأسئلة جات لي كتير قوي قوي عن الكنافة. الكنافة لو إحنا عايزينها تقعد عندنا فترات طويلة بنجيب الكنافة بنحطها زي ما هي كده بالكيس بتاعها في الفريزر، وبعدين نطلعها نضربها في الكبة، هتبقى صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. انا حطها لكم هنا عشان نشرح عليها تبقى معاكم كده ايه، بصوا بصوا صغيرة، قطع صغيرة ازاي زي الشعرية كده. اول ما توصل للمرحلة دي اقوم جايبة الزبدة او السمنة حطاها على النار ومنزلة فيها الكنافة، وافضل اقلب زي ما بنعمل في الشعرية بالظبط لحد ما تتحمص. لما تتحمص اقدر اشيلها تاني بقى في التلاجة او في الفريزر تقعد معايا رمضان كله. لو احنا عايزين الكنافة طرية قدامنا حل من الاتنين، يا اما نجيب الكنافة بعد ما نخلصها تبقى هي سخنة والشربات بارد، وبعدين اغطيها وادخلها في الفرن بعد ما طفيته شوية هتطرى، او اجيب الشربات يكون دافي مش سخن مولع وهي برضو دافية طالعة من الفرن واقابلهم ببعض كده هتبقى طرية. اوكي، انا حطيت كده هنا الطماطم، الفلفل الحامي، الفلفل الرومي، الكزبرة الخضراء، الثوم، الكمون، خل ابيض، ملح، ملح كتير لانه ده حاجة زي المخلل كده، وعصير ليمون، وشوية زيت ذرة، وهضرب الكبة يا مدام يسر. صباح الفل. صباح القشطة، حضرتك خلاص بقيتي بتصحي بدري معانا ها؟ مع الزبيب. لا انا النهاردة عندي العزومة ومفارقات القدر اني عاملة كبسة. طب شفتي بقى يا مدام يسر انا قلبنا حاسس بيكي ازاي؟ لا ده انت بنت حلال مصفي يعني. ربنا يخليكي يا رب. وكان طيب. ناقصني حلو، استنى الكنافه بقى. كنافه عاملينها بالتمر هتعجبك جدا ان شاء الله. طيب. وسهله قوي ما فيهاش اي حاجه، حضري بس الحاجه كده واول ما نخلص ابدأي بقى. ربنا معاكي، ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم ايديك يا حبيبتي. عند حضرتك اي سؤال إيديك. طيب يا مدام يسر. لا يا روحي، نورتيني. ده انا عايزه اسمع صوتك بس. ربنا يخليكي ودايما عامل، ربنا يديك الصحه يا رب. شكرا. هنضرب بقى بلس. يعني ايه بلس؟ يعني اضرب واوقف، اضرب واوقف، لان انا مش عايزه ده يبقى ميه ما يبقاش عصير، عايزه فيه قطع صغير. بس كده انا عايزه شويه قطع، يعني عايزه يبقى وانا بحط الدقوس على الرز يبقى فيه كده قطع لطيفه. اوعي تنسي الدقوس يا مدام يسر، لطيف جدا مع الكبسه، لطيف لطيف يعني مع اي صنف على فكره فيه رز. طيب تعالوا نرجع تاني للكنافه لان احنا خلصنا الدقوس كده خلاص. طيب الكنافه بعد ما اعملها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، او لو انا هاخدها كده واحط عليها شويه زبده سايحه او سم او سمنه، وبعدين احط عليها السكر البودره. السكر البودره ده بقى ميزه وعيب. اولا بيدي لون حلو جدا للكنافه وبيدي طبعا طعم، لكن بيخلي الكنافه تبقى ناشفه. ففي ناس كتير تقول انا بعمل الكنافه بنفس طريقتك يا اميره بس بتطلع ناشفه. انا الحقيقه ما بحطش للكنافه سكر بودره، يعني انا لما باجي اعمل الكنافه بحط لها سمنه بس، وما بعملهاش بزبده، بعملها بسمنه واحمرها او افركها مع السمنه واحطها في الصينيه، دي طريقتي انا. تاني حاجه يعني انا ما بحطش سكر بودره اهو، دي اول ملحوظه كده. تاني ملحوظه بستخدم سمنه. تالت ملحوظه بفركهم مع بعض كويس قوي، سواء بقى على النار احمر لحد ما تبقى كنافه محمره او احطها في الصينيه حسب الطريقه اللي انا عايزه اعمل بيها. طيب تالت حاجه، في ناس تقول الكنافة بتبقى ماسكة قوي في بعضها، يعني لما اجي اقطعها بالسكينة او بالمعلقة ما بتطلعش. هقول لكم ده بقى عيب ايه.
ده لو احنا حاطين سكر بودره يبقى كتير جدا فبيقفش في الكنافه، يا اما انا عملتها محمره وبعدين حطيت عليها الشربات وكبست الشربات معاها بالمعلقه، فالشربات بيعمل ايه؟ بيجمد، بيمسك فيها فبتبقى ناشفه قوي. فانا هقول لكم دلوقتي واحنا بنعملها التركه دي تعملوها ازاي. ادي اي حاجه على النار فيها شويه الزبده او السمنه، وطبعا هي بتاخد كميه يعني محترمه، بس انا بصراحه ما بزودش، يعني بتاخد وقت شويه في الفرن او على النار مني ازيد من الطبيعي لان انا ما بحطش كميه الدهون كتيره، فبتتعبني شويه في التحمير لكن بتطلع اخف كتير جدا. وبعدين نحط كده، انا هوريكم طبعا يعني كميه قليله بس عشان اوريكم احنا بنعملها ازاي لان اتسالت عليها كتير قوي اهو. او لو انا عندي صينيه هنا، عندي صينيه عشان ابقى وريت لكم الطريقتين، لو انا عندي صينيه هنا كده هجيب طاسه اهو، معلش الفكره جات لي كده دلوقتي، هحط فيها شويه الزبده او السمنه برضو هسيحهم، وهاخد شويه من الكنافه هنا اهو. دي بقى ما تتسابش، دي زي الشعريه زي ما قلت لكم لازم افضل اقلب فيها. في الاول هحس انها بتغلبني وبتمسك في بعضها زي ما انتم شايفين كده عشان الزبده وما بتاخدش لون خالص، بعد كده على طول في ثانيه هتبتدي تاخد اللون وتبتدي تتحرق، فنبتدي احنا ايه نبقى مصحصحين شويه. مين يا منال؟ منال الو صباح الفل. اهلا يا اميره، ازيك؟ ازيك يا منال؟ كل سنه وانتي طيبه. الحمد لله وانتي طيبه. الحاجات الحلوه سنة بتاعتك، كل يوم اعمل حاجه من الحاجه اللي انتي بتعمليها وبتطلع ايه جميله جميله. كنت نفسي اصور لك الحاجه. هي صوريها وابعتيها لي على الفيسبوك طبعا. تسلم ايديك. اوحش حاجه عملتها ما عرفتش اعملها البابا، لا قش السرايا ما طلعتش مظبوطه معايا. دي سهله جدا. طب ايه اللي باظ منك عشان اقول لك؟ الكريمه طالعه جامده. اوكي. مش عارفه، لا مش طالعه زي بتاعتك خالص. طيب لا معلش بس جربيها تاني ما تيأسيش. الكريمه طالعه جامده. هي صعبه، هي صعبه شويه خالص. الكريمه طلعت جامده على النار وتحطي لها شويه لبن وتفكيها لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزاه، سهله ما فيهاش حاجه. ولو كلكعت منك اضربيها في الخلاط وصفيها، ما فيش اسهل. أيوة من صح. كده انا يا ريتني كنت عملت كده فعلا. ده المره الجايه ان شاء الله ما يجراش حاجه. قولي يا منال عايز تسالي على ايه يا حبيبتي؟ عايزه مقادير الكبسه تاني عشان عايزه اعملها النهارده. عينيا الاثنين تحت التلفزيون فلقيت. لا عينيا هنزل لك تعملي الدقوس بس. هنزل لك الكبسه تاني. عينيا ميرسي. تسلم ايديكي وعينيكي وانتي قمر. كلك ذوق ميرسي. بصوا اهي بدات تتحمر والزبده هنا كمان ايه ساحت. هاخد بقى الزبده هنا اهو، مفيش اسهل من كده يعني، واجيب اي معلقه او اي سباتيلا او اي حاجه. طبعا احنا في البيت هنعملها بايدينا، وادخلهم مع بعض كويس قوي كده اهو، واجيب زبده هنا، ايدينا في الكنافه اهو، واقوم منزله الكنافه هنا. الكنافه دي بقى لازم تتكبس كويس جدا، ولو لقيت الكميه قليله زي ما انتم شايفين كده اقوم واخده كنافه تاني ما يهمنيش، لان انا اوريدي حاطه زبده تحت اهو كده اهو، وبايدي او بطبق اصغر او بالهراسه بتاعت البطاطس اي حاجه، بمعلقه طبق اصغر صينيه اصغر ابتدي ايه. كل الزبده اللي انتم شايفينها دي هتسيح، مش هتقلقني في حاجه اهو، واكبس كويس جدا كده وادخل الفرن. انا بقى ما بقلبش الكنافه برضو عشان ابقى اديتكم كل المعلومات دقيقه. انا ما بقلبش الكنافه، انا بشغل الكنافه من تحت ومن فوق، ما بقلبهاش الحقيقه. اول ما تطلع هي سخنه والشربات بارد يعني في درجه حراره الغرفه، وبقوم مقابلاهم ببعض. اذا عايزاها طريه هغطيها، اذا عايزاها كريسبي بسيبها مفتوح. المهم ان بعد ما انزل الشربات مكبسها على الكنافه، ما ينفع يعني انا لو عاملاها كده ديسك هسيبها زي ما هي. لو انا عاملاها الكنافه المحمره اللي احنا بنحمرها دلوقتي مع بعض اللي هي شكلها بيبقى كده بعد التحمير،
اهو بصوا شكلها عامل ازاي هنا اهي، بصوا دي اللي احنا بنحمرها بالزبده على النار مع بعض في الطاسه اهي. طب انا هاجي بيها هناك اهو 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 اهو، انا اجي بلاش انتوا تيجوا اهو كده تمام. ايوه شكرا اهي، ده شكلها وده لونها. طيب هحطها في الطبق، هجيب بقى الشربات عليها، وبعدين هعمل لها اخرام كده بالشوك. انا هوريكم طبعا بالظبط احنا هنعمل ايه، عشان لو كبستها بالشربات هتبقى قطعه واحده ماسكه نفسها كده ومش هعرف اكلها. يلا لحد بقى ما الكنافه اللي معايا دي تتحمر، انتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا عشان احنا نبدا معاكم في الكنافه، استنونا. بعد الفاصل، قبل الفاصل عملنا مع بعض الكبسة وقدمناها احنا وانتوا في الفاصل، غرفناها وعملنا جنبها الدقوس او الصوص اللي هو فيه الثوم والطماطم والفلفل الحامي، ظريف جدا معاها بيبقى. دلوقتي هنعمل مع بعض الكنافة. عندي كنافة متحمرة وورينا لكم احنا بنحمرها ازاي. عندي كريمة، عندي لبن بيغلي على النار، نشا، سكر، حبهان بودرة للي يحب، اللي ما يحبش ممكن يحط فانيليا، ممكن يحط مية ورد، مية زهر، زي ما انتوا عايزين، مستكة يعني المنكه اللي انتوا عايزينه، وعندي شوية من التمر، وعندي شوية من الفستق للتقديم. اللبن بيغلي على النار، هقوم واخده شوية مية مع النشا صغيرين كده، نقلب النشا كويس قوي. اول ما الاقي مفيش اي كلاكيع خالص اقوم رايحه على اللبن اللي بيغلي على النار. هعمل ايه؟ هحط فيه سكر، ونخلي بالنا ان انا هحط شربات على الكنافه فالسكر هنا ما يبقاش كتير قوي. يبقى لبن، سكر، المنكه اللي انتوا هتختاروه، انا مختاره النهارده حبهان، بودره او صحيح مش هتفرق، وهحط التمر يا رضوى. رضوى مش بتاعتنا، رضوى. يا رضوى صباح الخير. صباح الفل، عامله ايه حبيبتي؟ طيبة. وانتي طيبه وبصحه وسلامه. انا بعد اذنك عندي سؤالين عشان الكنافه والكريم صوص. اؤمري يا حبيبتي. الكنافه دلوقتي لما احمرها واسقيها بالشربات بتمسك زي ما ايوه صح، هوريكي دلوقتي تعمليها ازاي. ليها علاج يعني؟ كاسات انا عايزه اكون عليها ايه؟ يعني كنت هقدمها في كاسات بس هي مسكت قوي. خديها واضربيها في الكبه وحطيها في الكاسات، وانتي بتحطيها في الكاسات ما تكبسيش عليها بالمعلقه. ما انا مش عايزه، عايزاها مفرفطه فعلا. بس كده، اضربيها في الكبه ما ترميهاش. السؤال الثاني. الكريم شانتيه بعد اذنك انا بعمله بالكياس الجاهزه واللبن. بيجمد عادي، وزين بيه الكنافه تحط في الثلاجه يسيح. طيب هقول لك تعملي ايه؟ حاضر. عينيا عينيا حبيبتي. انا حطيت هنا لبن، سكر، حبهان، تمر، هنزل عليهم بالميه اللي انا مدوبه فيها شويه النشا، وانا بقلب الكثافه اللي انتوا عايزينها تقلت نزود شويه لبن او ميه خفيفه، ندوب معلقه نشا بره. بصوا اهي اول ما تتقل كده اقوم رافعه من على النار ومنزله بقى كوبايه كريمه فريش او قشطه. مين معانا على التليفون؟ الو الو، مين معانا؟ الو. ايوه الو. ايوه مين معايا؟ اسمك ايه؟ اسمي سفيان. سفيان؟ سفيان. انت اسمك سفيان؟ هو سفيان ده ابني ولا ده سفيان تاني؟ مش ابني والله. ايوه يا حبيبي، ازيك يا سفيان؟ كويس. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. اسال يا حبيبي، عايز تسال على ايه؟ حنان. حاضر. ده سفيان ابني ولا مش ابني؟ انا مش عارفه والله العظيم. ابني حبيبي حبيبي يا سوفي، لسه واكلين حمام امبارح فهو بيعاكسني.
طيب هنا هنحط الكنافة اهو. شوفي يا حبيبي، ميرسي ان انت كلمتني. طيب عايزة اقول هنا كذا معلومة. المعلومة الاولى، انا هرفع الحروف بتاعة الكنافة من هنا عشان الحشو. تاني معلومة، هنحط الشربات وبعدين ما نكبس على الكنافة بعد ما نحط الشربات. تالت معلومة، اخد الشوكة واتأكد ان الشربات ما مسكش في الكنافة كده، افرفطه يعني اهو. ما هو انا كنت متأكدة انه ابني، عشان ما فيش حد تاني اسمه سفيان تقريبا في مصر اهو. وبعدين اخد هنا. يا زينب ما عنديش بنات. يا زينب صباح الخير. يعني صباح الفل، ازيك عامله ايه حبيبتي؟ اخبار كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وبصحه والسلامه يا حبيبتي. تسلم ايدك على كل شيء. على السوله، على السوله والله. تسلمي، ربنا يخليكي، عينيكي اللي حلوه. اموري الله. الامر اللي كنت عايزه اعرف، ممكن احشي القطايف جبنه؟ طبعا. طب اعملها ازاي؟ اسويها ازاي؟ هقول لك. حاضر. عينيا. القطايف بنجيبها نحط فيها اي نوع جبنه احنا عايزينه، تشادر، رومي، اللي هي المثلثات او المكعبات، اي حاجه اللي انتوا عايزينه. وحطوا معاها كمان منكهات، حطوا شويه شبت، شويه بقدونس، شويه عصاج، موتزاريلا، اللي انتوا عايزينه، زيتون، فلفل رومي. وبعدين بحشيها واقفلها، وبعدين اقليها في الزيت زي السمبوسك بالظبط، واطلعها اصفيها من الزيت بتاعها، واقدمها. بس لازم تتقدم سخنه زيها زي السمبوسك بالظبط. انا حطيت كده، شفتوا عملنا ازاي؟ خطيره خطيره، والواحد صايم وحاجه صعب. هاخد بقى الكنافه اللي على الوش دي، قدامي حل من الاثنين، انتوا تختاروا منه اللي انتوا عايزينه. يا اما احط كميه معقوله وبايدي مش هكبس، بس افردها فرد، يا اما احطها متنطوره. المتنطوره سهله اهي كده، انا نطورت شويه الكنافه وخلاص، شكرا. فدي انتوا هتعرفوا تعملوها. انا هوريكم بقى الطريقه الثانيه اللي هي الناس كلها ايه بتستصعبها شويه اهو. بصوا انا بعمل ازاي. بحط على الكميه الكبيره في حته واحده اهو في النص، وبعدين اخد من الكميه الكبيره دي وابتدي افرد. بصوا ايدي خفيفه مش تقيله على الحشو، عشان ما يطلعش من كل حته اهو. خلصت الشويه دول وعايزه شويه كمان، اقوم حاطه هنا في النص وابتدي اطلع على الاطراف وافرد اهو. شفتوا ازاي؟ بس كده. هكبس؟ لا مش هكبس بقى، بس اتاكد ان انا ايه بالراحه كده فرده الكنافه كلها فرده مظبوطه اهي. بصوا بايدي بالراحه، بايدي مش بالمعلقه عشان ما تمسكش في بعضها اهو. خلصت، اغسل ايدي وبعدين اديها رشه الشربات. يا مريم. الو. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. مور يا مريم. قولي يا مريوم، انا سامعاكي. انا عايزه اعرف طريقه البسبوسه. بسبوسه؟ حاضر عينيا. بصوا ننزل كده اهو وبس. ولا بقى اول ما احط الشربات ما افكرش احط ايدي اعدلها او احط معلقه، والا هتكبس في بعضها ومش هعرف بعد كده اعمل اي حاجه. وبعدين اقوم واخده شوية الفستق، عين الجمل، الفول السوداني، ايا كان. وانا معايا كمان شوية كريم شانتيه، فممكن ان احنا مش تقولي لي بدري شوية؟ نسيته طبعا. الذاكرة ايه؟ هي اصلا ضايعة، وفي رمضان يعني الموضوع حاجة صعبة جدا. نحط شوية كريم شانتيه مثلا. طيب جالنا سؤال على الكريم شانتيه اللي بيتعمل، وبعدين اول ما نحطه على الحاجة وندخله التلاجة بيسيح. الكمية مش مظبوطة، المقدار مش مظبوط ما بين البودرة وما بين السائل، راجعي المقدار تاني. ادي اول حاجة. تاني حاجة، المية او السائل عامة، مية او لبن او كريمة، ما كانش سائع كفاية. تالت حاجة، لو حطينا كريمة هتبقى ماسكة نفسها اكتر ما نحط مية او لبن. رابع حاجة، ممكن نزود معلقتين من النشا، بيمسك جدا الكريمه وبيخليها ما تسحش لما تخش الثلاجه. قلت كل المعلومات الممكنه. رشه كده خفيفه قوي من الفستق، واحنا كده عملنا الكنافه اللي بالكريمه، او الكنافه اللي بالمهلبيه، او الكنافه العثمانيه.
ليها مليون اسم براحتكم يعني. التمر مش اساسي، الحبهان ممكن نستبدله باي منكه احنا عايزينه، يطلع فانيليا، يطلع قرفه، يطلع زي ما يطلع. اطلعوا بقى فاصل وارجعوا لنا عشان نتكلم شويه عن الاتيكيت، استنونا. بيكم بعد الفاصل. احنا النهارده عملنا مع بعض كبسة الفراخ، عملنا مع بعض الدقوس، وعملنا مع بعض الكنافة اللي بالكريمة. ان شاء الله تعجبكم جدا. اذا انتوا طبعا حابين تعملوا منها بورشنز صغيرة مفيش مشكلة، واذا مش هتدخلوها الفرن سيبوا الطبقات تكون باينة. انا قصدت بس ان انا اوريكم ان احنا بنعلي الجناب عشان لو دخلت الفرن المهلبية او القشطة ما تتلسعش، لكن انتوا لو هتعملوها على البارد زي ما احنا عملنا افضل طبعا ان الطبقات تكون باينة. وتعالوا نتكلم شوية عن الاتيكيت. أول حاجة هو مين اللي المفروض يقعد الأول؟ يعني أنا دلوقتي دخلت وسلمت والسفرة محطوطة، أنا أقعد الأول ولا اللي احنا مستضيفينهم يقعدوا الأول، ولا مين اللي يقعد الأول؟ لا، صاحب البيت هو اللي بيقعد الأول، وده إذن لبقية الناس إنها تتفضل. يعني احنا طبعا عندنا العكس دايما، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، واحنا اللي بنفضل واقفين طول الوقت وبنسيرفس وكده. طبعا عادي، كل شعب له تقاليده اللي بتخش على الاتيكيت بتاع الطبيعي، لكن المفروض ان احنا نقعد والناس تبتدي تقعد وتبتدي تاكل. ونفس الكلام بالنسبه للاكل على فكره، يعني ابتدي اكل ولا استنى؟ المفروض ان انا بستنى لما صاحب البيت يبتدي ياكل وانا ابتدي اكل. برضو احنا عندنا في مصر طبعا صاحب البيت بيفضل يسيرفس على الناس كلها، فلو استنيناه مش هناكل خالص، لكن احنا بنقول المفروض. بالنسبه للشرب، المفروض ان انا اكون ماليه كوبايات من الميه، والعصير لو هو سات مانيو بملى كوبايات العصير، او لو هو على جنبه كل واحد هيملى النوع اللي هو عايزه مفيش مشكله. فالميه لو محطوطه في الكوبايات اصلا احنا نقدر ان احنا نشرب عادي مفيش مشكله. قلنا ان صاحب البيت بيقعد على طرف الترابيزه وبيتنازل عن مكانه لو في حد كبير في السن او في المقام تكريما ليه. قلنا كمان انه لو انا عندي حساسيه او عندي اي ظرف للاكل، عشان انا بقى جالي اسئله كتير قوي عن الموضوع ده بعد ما قلناه. طب اقول ازاي؟ لو انا حد بيعزمني بقول انا عندي حساسيه من كذا، فخلوا بالكم. لو هو بالايميل او بالتكست ايا كان، اس ام اس او وات ايفر، برد بقول كده بمنتهى الذوق. او خلاص لو انا هاخد شويه الشوربه او شويه السلطه اللي انا ضامنه ان هما ما فيهمش حاجه تاذي الحاله بتاعتي مفيش مشكله. بشكركم جدا، بفكركم ان احنا معاكم 30 يوم من 11 ل 12 الصبح، الاعاده بتاعتنا الساعه 3:30 الفجر. عملنا مع بعض النهارده كبسه الفراخ، الدقوس، عملنا الكنافه اللي بالقشطه او العصمليه. وبفكركم ان cbcsفره.com، cbcsفره على الفيسبوك، اميره شنب برنامج اميره في المطبخ، عليهم كل الوصفات والفيديوز. وبشكرك يا صوفي على التليفون. باي باي.